وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل الإلحان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما يسرت لنا من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده ولا تجعلنا من الغافلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزخ في قفاه إلى النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقال له في الجنان اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر أنصار الدين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرم الأمن والاستقرار في بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرم على هذا البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ورخاءها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن وفق القيام بليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وفق القيام بليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن حظي بأجر ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا
ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا عند ختم كتابك من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من قرأ وسمع وحضر وأمن على دعائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وسعة رزق وسلامة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما لم تبلغ مسألتنا من خير أنزلته على أحد من خلقك فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لإمامنا الخليفة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله اللهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا واحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افسح له في قبره مد بصره برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم أنيسا له في قبره برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجزه الجزاء الأوفى على ما قام به من خدمة كتابك وعبيدك يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم واختم لنا بالخير أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصل اللهم وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.